هذه الأخت السائلة تقول: أرجو من سماحة والدنا أن يوجه كلمة للآباء الذين يمنعون الخطاب من بناتهم، وهؤلاء الخطاب يعني معروفين بالتزامهم وثقافتهم، ولكن خوفا من الرواتب لأنهن يستلمن رواتب مدرسات. هذا حرام عليه، هذا العضل، وقد حرم الله جل وعلا العضل، وهو منع الزوجة من التزوج بكفء رضيت به، كفء رضيت به، فلا يمنعها من ذلك. وإذا كان هذا من أجل أن يأخذ راتبها ويستثمرها فالأمر أشد في التحريم. نعم.